لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى خبرا صادقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، وهو أنه اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي الثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات. وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيقاتلون أي في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، والتي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا يعني أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بايعتم به، أي لتفرحوا بذلك، وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله. انظر إلى العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم. وانظر إلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان. وانظر إلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم، وبأي كتاب رقم أي كتب، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. وكأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم التائبون، أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. العابدون، أي المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين. الحامدون، أي لله في السراء والضراء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. السائحون، يقول: فسرت السياحة بالصيام أو السياحة في طلب العلم،
وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك، بل الصحيح أنها تشمل الصيام وغيره من الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وقد أتت هذه الكلمة في قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وذكر في أوصافهن سائحات. فالمراد بذلك الصيام في الأساس وفي الأصل، ثم ما يكون من المعاني الأخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الراكعون الساجدون أي المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، الآمرون بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الواجبات والمستحبات، يأمرون بالأمور الواجبة وينهون عن المنكر ويأمرون كذلك بالمستحبات وينهون عن المنكر، وهو جميع ما نهى الله ورسوله عنه. والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا. وبشر المؤمنين، ولم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن. وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضى. هذه الآيات فيها هذا الخبر العظيم من الله عز وجل وهذا الوعد الصادق أن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والعجيب في هذه المبايعة أن الذي وهب السلعة والثمن هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطاهم هذه الأنفس والأموال، وهو الذي وفقهم للجهاد في سبيل الله رحمه الله، وهو الذي يعينهم عليه، وهو الذي يهبهم هذا الثواب العظيم وهي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، كما عند الشيخين. فيها كذلك إثبات نزول الكتب، فقد ذكرت الآية التوراة التي نزلت على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وأعلاها وأفضلها القرآن. فيها كذلك استحباب بشارة المسلم وإدخال السرور عليه كما ذكر في هذه الآية فاستبشروا، وفي الآيات الأخرى وبشر المؤمنين وغير ذلك. فيستحب للعبد أن يبشر أخاه بالخير وأن يحرص على ذلك، وخاصة إذا كان من أهل هذه الصفات. يستفاد أيضا منها أن نحرص على الاتصاف بهذه الصفات، أن نحرص على تجديد التوبة مهما كانت ذنوب العبد ومهما تكررت منه، فلا يمل ولا ييأس، لأن اليأس من رحمة الله عز وجل من الكبائر الموبقة، بل عليه أن يجدد التوبة ويجودها، والله عز وجل يحب التوابين كما في الآيات. العابدون، تحقيق معنى العبادة بشمولها، القيام بما أمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. ليست العبادة في صلوات تؤدى في المسجد أو مناسك تؤدى في مكة أو شهر يصام في العام فحسب، وإنما هي إحسان فيما بين العبد وربه، أعمال قلبية وأعمال جوارح، وإحسان فيما بين العبد وبين الناس، وأخلاقيات ومعاملات وسلوكيات، وهذا كله مما أمر الله عز وجل به، اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم فصلت الآية بعد هذا الإجمال الحامدون، وهذه من العبادات التي يحبها الله، بل أفضل وخير عباد الله يوم القيامة الحمادون، كثير الحمد،
الذي يحمد الله في السراء والضراء في العسر واليسر، يثني على الله بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم الثناء على عبادة الصلاة، الراكعون الساجدون بذكر بعض أركانها وأعمالها، وهي أشرف أو من أشرف أركانها. الراكعون الساجدون كما قال الله عن الصحابة: تراهم ركعا سجدا. فكثرة الصلاة من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب علو الهمة، ومن أسباب الاستقامة وترك المعاصي والمنكرات، خاصة إذا أحسن العبد صلاته. ثم نجد الخير المتعدي والعبادات المتعدية في قول الله تعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فليس الإنسان في معزل عن المجتمع، وليس كمن يرى المنكرات وهو يقدر على تغييرها ويترك ذلك، فهذا بلا شك من التقصير وضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما في الصحيح. والحافظون لحدود الله، وهذه الأوصاف وهذا الحفظ للحدود لا يكون إلا بتعلم العلم، وكأن العلم هو مفتاح الاتصاف بهذه الأوصاف. أن يحرص الإنسان على أن يتعلم الإيمان بأركانه، يتعلم الإسلام، يتعلم الإحسان وأعمال القلب والأخلاق الواجبة، كي يكون من هؤلاء الذين بشرتهم هذه الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.